الفيوم دكتور احمد. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك ست المحافظ، اهلا بيك فندم. مبدئيا يعني متعودين كده نطمن على كل محافظه في احتياجاتها، هل كل السلع متوفره، هل في مشاكل، هل في نقص في السلع عند حضرتك في الفيوم؟ لا الحمد لله، يعني بطمن اهالينا في الفيوم، وبالتالي ده موجود في كل محافظات مصر، في توفر للسلع بكل يعني منتجاتها وبكل مستوياتها، موجوده في كل اماكن المنافذ البيع، اذا كانت المنافذ الحكوميه اللي تابعه لمديريه التموين او وزاره التموين، او السلاسل المحلات التجاريه او السلاسل التجاريه اللي موجوده في المحافظه، او حتى عند البقالين والبدالين التموينيين برضو، ده موجود هذه السلع بكميات متوفره، يعني تقضي ما بعد رمضان بحبه يعني. فعشان كده انا بطمن اهالينا ان ما بقاش في يعني اقبال على شراء كميات زياده اكتر من الاستخدامات العاديه اليوميه او الاسبوعيه، على ان ده بيدي برضه فرصه والله هم اللي هيخسروا، يعني هيخسروا ان هم مش هيستفيدوا بالتخفيضات اللي موجوده، وانه السلع هتبقى موجوده يعني، وبيزود وبيزود ويزود فرصه ان التجار تبتدي تطمع، طالما في اقبال زياده هيبتدي بقى يعلي السعر. لكن لو احنا اشترينا بالكميات المطلوبه او بالكميات اللي احنا محتاجينها الحقيقيه، هيبقى الموضوع متوفر. احنا عاملين طبعا معارض كتيره جدا في كل مراكز المحافظه. كلمنا على المعارض يا فندم، هل المعارض ليها علاقه بمعارض اهلا رمضان؟ معارض اخرى يعني، معارض اهلا رمضان عندنا 9 معارض في كل مراكز المحافظه، بالإضافة للقرى الكبيرة موجود فيها معارض أهل رمضان في تعاون مع الأحزاب السياسية. هتبدأ عند حضرتك بكرة؟ يعني احنا بنحاول نجهزها من النهاردة، احنا بادئين فيها من أكثر من 4 أيام، بنحاول إن شاء الله إن احنا نشغلها من النهاردة على طول، يعني لحد أقصى بكرة تبقى شغالة. برضو تخفيضات فيها بتصل ل 60% فعلا يا ست المحافظ؟ تخفيضات حقيقيه بتتراوح طبعا على نوعيات السلع، بس يعني كلها اقل من الاسعار اللي كان يعني خلال الاسبوع الماضي ابتدت تعلى عندنا، فده يعني الحمد لله تم السيطره على الاسعار خلال الاسبوع الماضي، طبعا مع تكثيف حملات التموين ومباحث التموين والجهات الرقابيه كلها زي سلامه الغذاء وحمايه المستهلك، قدرنا بسرعه يعني نحتوي افتعال الازمه لارتفاع الاسعار، والحمد لله يعني اجهزه المحافظه نشط جدا في الموضوع ده، فعالين كمان رقم ساخن ان لو المواطنين لقوا ان في مشكله في جوده السلع او عدم توافر اي سلع او في ارتفاع في الاسعار، هيتم التعامل معاه بشكل فوري وحاسم. وده كان في اجتماع كمان مع كل التجار الجمله اللي موجودين في المحافظه، وقبل طبعا استعدادهم للتعاون مع جدا جدا، وكان يعني موقف ايجابي جدا. التعاون هنا لتوفير السلع ام لتخفيض الاسعار؟ لتوفير السلع وتخفيض الاسعار. نعم. وكمان مش بسعر التكلفه، يعني هم كمان قبلوا مبادره ان هم يبقى في زي يعني جزء مسؤوليه مجتمعيه، ان يعني العالم كله بيمر بازمه مش مصر بس. صحيح. اقتصاديه كبيره وحاله تضخم كبيره غير مسبوقه، فمن الطبيعي ان الوقت ده يبقى كل الناس بتتكاتف علشان نقدر نوفر السلع الجيده السليمه والسعر المناسب للمواطن بما لا يؤثر بالسلب على عدم توفر اي سلعه. نعم نعم، يعني الحمد لله محافظه الفيوم من المحافظات اللي الو. طيب هو عموما طبقا للكلام اللي قاله سيادة المحافظ، واضح انه كده محافظه الفيوم على استعداد، واحتمال انه يبدا من النهارده بالفعل معارض اهلا رمضان بتخفيضات قويه جدا زي ما قال سياده المحافظ، والسلع